من منطلق المسؤولية أمام هذا المجلس الكريم، وحتى يكون أول من يطلع على المواضيع، أحب أن أقول أن أجهزتنا الأمنية قد قامت باعتقال مجموعة من الأردنيين العائدين من أفغانستان، إضافة لشخص عراقي وآخر جزائري، بعد أن تلقت هذه المجموعة تدريبات على الأسلحة والمتفجرات في معسكرات داخل أفغانستان، وبعضهم دخل المملكة مستخدما جوازات سفر مزورة، وقد قام باعتقالهم في مراحل مبكرة من تخطيطهم لتنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية عديدة وفي العديد من المواقع، علما بأن هناك 3 عناصر من هذه المجموعة لا زالوا فارين خارج الأردن، وضبط بحوزة هذه المجموعة جوازات سفر أردنية وعربية وأجنبية مزورة، إضافة لوثائق وأختام مزورة. أحب أن أقول للمجلس الكريم أن أجهزتنا الأمنية ورديفها قواتنا المسلحة العين الساهرة التي تذود عن حمى وطننا الغالي ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الأردن الحبيب، واعية تفتح عيونها وتراقب بجدية لملاحقة من لا يريدون بهذا الوطن خيرا، وسنتعقبهم ونوقع بهم أشد وأصعب القصاص على مخالفاتهم وجناياتهم وجرائمهم التي يرتكبونها بحق هذا الوطن. شكرا سيد الرئيس.